ازيكم يا شباب، اخباركم؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده معادنا مع درس جديد من دروس الصف الثالث الاعدادي لماده الدراسات الاجتماعيه. احنا مكملين في الوحده الرابعه، وده الدرس الثاني، الدرس بعنوان الحركه الوطنيه والثوره العربيه. اخر حاجه خدناها في الدرس اللي فات ان بريطانيا حصل صدام بينها وبين خديوي اسماعيل، فراحت ضغطت على السلطان العثماني وراح مطلع قرار بعزل اسماعيل وتولية ابنه توفيق. المرة دي بنكمل في قصتنا، فقلنا ان خديوي توفيق اتولى بعد عزل والده الخديوي اسماعيل. فالخديوي توفيق عرف من البداية كده اهمية بريطانيا وقوة بريطانيا وقوة الاجانب في تدخلهم في شؤون مصر. فمن اول ما تولى وهو حب ياخد رضا الاجانب. ازاي؟ ان رقم واحد اعاد نظام المراقبة الثنائية اللي هي كان بينص على واحد بريطاني يراقب الايرادات وواحد فرنسي يراقب المصروفات. عشان ياخد رضا الاجانب راح رجع تاني نظام المراقبة الثنائية. اتنين، رفض اللائحة الاساسية اللي هي الدستور اللي هو الشعب ومجلس شورى النواب قاعد يجمع فيها ويعمل فيها ويناقش ويطلع القوانين ويكتب القوانين. جه هو ببساطة جدا راح لغى اللائحة الأساسية، قال لك لا الكلام ده ما يرضيش الأجانب فأنا ما نفذوش. ده قالها صريحة وواضحة إن أنا تحت حماية بريطانيا وفرنسا، فهو وضع نفسه تحت حماية بريطانيا وفرنسا. وأعطى الوزارة الواحد معروف لولائه برضه للأجانب هو رياض باشا. الحاجات دي أدت إلى إنها تقوم ثورة اسمها الثورة العربية. يبقى خلي بالك لما يقول لي هل الخديوي توفيق كان مؤيد للتدخل الاجنبي، اقول لك اه. واحد، اعاد نظام المراقبه الثنائيه. اتنين، رفض اللائحه الاساسيه. تلاته، وضع نفسه تحت حمايه بريطانيا وفرنسا واسند الوزاره الى رياض باشا. طيب تعالوا نكمل. ايه بقى قصه الثوره العربيه اللي بيحكي عنها الدرس؟ ثورة عربية اكيد عارفين ان قائدها او الزعيم بتاعها احمد عرابي. طب ايه هي اسباب الثورة؟ قامت ليه؟ يبقى اول سبب ازدياد التدخل الاجنبي في شؤون مصر. التدخل الاجنبي ده اللي بدأ في عهد سعيد باشا وزاد في عهد الخديوي اسماعيل. طب هو لما زاد بسبب ايه؟ بسبب القروض، ان احنا كنا ناخد قروض مش بنسددها. طب هل ده كان لي نتيجة؟ طبعا الفوائد زادت، الازمة زادت، اضطرينا نبيع او نتنازل عن نصيبنا من اسهم قناة السويس. بيت مصر ملهاش ارباح من قناة السويس. اتنين، المؤثرات الفكرية الغربية، يعني ببساطة كده ان احنا ابتدينا نتأثر بافكار الغرب. افكار الغرب اللي ادت الى ايه؟ الى نمو الوعي القومي. ان ابتدى عندنا في وعي قومي، ابتدينا خلاص نتفرج نبص عليهم هم بيختاروا الحاكم بتاعهم، ان يبقى فيه دستور فاحنا عايزين دستور زيهم. مش معنى يبقى فيه دستور وقوانين بتحدد العلاقه بين الحاكم والمحكوم، لا احنا عايزين زيهم. الحكم النيابي، ليه الشعب ما يختارش الناس اللي بيحكموه؟ ليه يفرض عليه اشخاص؟ لا احنا نختارهم ونحاسبهم، ولو نفعوا امين ما نفعوش يمشوا والشعب يختار غيره. يبقى رقم اتنين، المؤثرات الفكريه الغربيه اللي ادت الى نمو الوعي القومي، فهم طالبوا بالدستور والحكم النيابي. تلاتة، سوء أحوال مصر الاقتصادية، وده في عهد رياض باشا. بمعنى الأحوال في مصر كانت سيئة للغاية، اقتصاد سيء جدا. رياض باشا ما كانش حابب المصريين، هو كان شايف رضا الأجانب أهم حاجة، ياخد من ميزانية الشعب، ميزانية اللي بتصرف على الشعب، ويحطها للمين؟ للأجانب. اضطهاد عثمان رفقي ناظر الجهادية للضباط المصريين وعدم ترقيتهم. ان عثمان رفقي ده اللي ماسك الجيش، وده ماشي بنفس السياسه بتاعت رياض باشا ونفس رياض سياسه توفيق باشا، ان هم رضا الاجانب، فكان بيضطهد المصريين ويرقهمش. في المقابل ممكن يبقى حد اقل منهم في المستوى ويترقى بس عشان خاطره اجنبي.
يبقى رقم 4 اضطهاد عثمان رفقي ناظر الجهادية للضباط المصريين وعدم ترقيته. الأسباب دي كلها أدت إلى أن الناس خلاص مش طايقة النظام اللي بيحصل، مش طايقة الأسلوب اللي بيحصل، فكان لازم يقوموا بثورة. القصة بدأت مع مين؟ مع الشاب أحمد عرابي اللي هو في الجيش، كتب شكوى هو واتنين أصحابه، طلعوا لرياض باشا رئيس الوزراء، طلبوا أن يقابلوه. قابلوه، جايين ليه؟ احنا جايين نشتكي عثمان رفقي. انتوا جايين تشتكوا وزير الحربية؟ احنا جايين نشتري وزير الحربية. انتوا شوية عساكر جايين تشتكوا وزير الحربية؟ هو مش بيرقينا وبيضطهدنا وبيضطهد على حساب الاجانب. فبسرعة عثمان رياض باشا رفض يقابلهم، راحوا الموضوع زاد معهم اكتر وكبر معهم اكتر، فراحوا لخديوي وتوفيق. يا خديوي وتوفيق، احنا بقى المرة دي جايين نقابلك عشان نشتكي عثمان رفقي. ورحنا للرياض باشا، رفض يقابلنا اساسا لما عرف ان احنا جايين نشتكي وزير حربية. فخديوي وتوفيق راح امر ان يتقبض عليهم ويترمي في سجن قصر النيل عشان يتعاملوا محاكمة عسكرية ازاي تتمردوا على القائد بتاعكم. اصحاب عرابي عرفوا باللي حصل، دخلوا حصروا قصر النيل، كسروا سجن قصر النيل، وطلعوا لخديوي وتوفيق بالقوة. المرة دي بقى مش جايين نقدم لك شكوى، لا، احنا عايزين تغيير. ايه اللي عايزينه؟ انت تشيل عثمان رفقي، مش عايزينه خلاص، احنا مش بنشتكيه، احنا قررنا ان يتعزل ويتعين مكانه الراجل الوطني محمود سامي البارودي وزير الحربية. يبقى نتيجة حادثة قصر النيل استجاب الخديوي وتوفيق وقام بعزل عثمان رفقي وعين بدل منه محمود سامي البارودي وزير الحربية. يبقى حادث قصر النيل السبب ان احمد عرابي قدم شكوى لرياض باشا رئيس الوزراء طالبوا فيها بإقامة عثمان رفقي، فأمر خديوي وتوفيق بانهم يترموا في السجن. النتيجة ان تم عزل عثمان رفقي، الخديوي استجاب وعزل عثمان رفقي وعين بدل منه محمود سامي البارودي. الموضوع حس ان هم اقوياء وحسوا لا، طب احنا بنقدر نطلب وننفذ طلباتنا. فراح عرابي طلع بالجيش ومعاه مواطنين في مظاهرة شعبية ضمت الجيش والشعب مع بعض، وراحوا للخديوي وتوفيق في ميدان عابدين. فنزل الخديوي وتوفيق ومعاه القنصل البريطاني ومراقب المالي البريطاني والضباط الاجانب معاه. المرة دي طالبين منه طلبات، الطلبات ثلاثة: اسقاط وزارة رياض المستبدة، لا ده احنا بقى قاعدين نشيل رياض كله. اتنين: نشكل مجلس نواب على النسق الاوروبي، على الشكل الاوروبي، احنا عايزين بقى مجلس نواب لسلطات، مش صورة مش منظر، لا احنا عايزين مجلس لسلطات في الحكم. وتزود عدد الجيش اللي انت قللته ل 18,000 جندي. يبقى مطالبهم ايه؟ اسقاط وزارة رياض، تشكيل مجلس نواب على الشكل الاوروبي او النسق الاوروبي، زيادة عدد الجيش ل 18,000 جندي. حصل القصة الشهيرة اللي انتم عارفينها لما قال له انتم عبيد عندي وان انتم ميراث وعبيد، فعرابي قال له والله لقد خلقنا الله احرار ولم نستعبد بعد اليوم. حصل شد وجذب في الكلام، اضطر الخديوي وتوفيق ان يوافق لمطالب الامة وتشار رياض باشا وتعين مكانه شريف باشا. اتعين مكانه شريف باشا. يبقى لما اقول لك ايه سبب قيام مظاهرة عابدين تقول لي ليه المطالبة وتكتب الثلاث طلبات: اسقاط وزارة رياض، تشكيل مجلس النواب على الشكل الاوروبي، زيادة عدد الجيش ل 18,000. طيب مسكت وزارة الشريف باشا وابتدى مجلس النواب، حصل له انتخابات والشعب نزل اختار، وابتدى مجلس النواب يحضر للائحة الاساسية، الحلم اللي عند الوطنيين ان يبقى فيه دستور، في قانون بيحكم الناس ويحكم الحاكم ويبقى ملزمه بحاجات. فاتعمد اللائحة الاساسية وحصل اجتماع، جه الشريف وجه اعضاء مجلس النواب، اتعرض الميزانية على الشريف، رفض شريف الميزانية. ليه رفض اللائحة الاساسية؟ ليه؟ لان من ضمن البنود بتاعت اللائحة الاساسية ان مجلس النواب يناقش الميزانية، يشوف فلوس البلد بتروح فين وتجي منين. حقنا الشعب اختارنا واحنا من حقنا نشوف فلوس الشعب راحت فين. لكن الشريف اعترض وقال لازم نأجل الموضوع ده شوية. ليه؟ عشان مناقشة الميزانية هتخلينا نصطدم مع الدول الاوروبية،
هتيجي الدول الاوروبيه لما تشوفنا احنا لما هنناقش هناخد فلوس من اللي بتسدد للديون ونحطها للصحه، وناخد فلوس من اللي بيسددها للديون ونحطها للتعليم. فالدول الاوروبيه لا، هتقول لك لا، فلوسي اولا وبعد كده اللي عايز تعمله اعمله. فلو عملوا الحركه دي هيحصل صدام مع الدول مين؟ الاوروبيه. يبقى تاجيل مناقشه مجلس النواب للميزانيه عشان يتجنب الصدام مع الدول الاوروبيه. وفعلا حصل خلاف بين شريف والنواب في مناقشه الميزانيه، فانتهزت بريطانيا وفرنسا الفرصه وبعتوا مذكره المشتركه الاولى. المذكره المشتركه الاولى دي سببها ايه؟ قالوا ان احنا بنقول خديوي، واقفين جنب الخديوي توفيق. ضد مين؟ ضد الحركه الوطنيه. ارجوك تخلي بالك من النقط دي، يهمني نركز فيها. لما اقول لك المذكره المشتركه الاولى، في مذكره مشتركه ثانيه هناخدها، الاثنين كانوا جايين يقفوا جنب الخديوي. الاولى ليه؟ لمواجهه الحركه الوطنيه. نخلي بالنا من الحته دي. طب يبقى هي مبعوت عشان تقف جنب توفيق قدام الحركه الوطنيه. طيب ايه بقى الاقتراحات؟ قالوا ان احنا عايزين نحل مجلس النواب، هو اللي عامل المشكله وعايز يناقش الميزانيه، هنحل مجلس مين؟ النواب. واحنا واقفين جنبيك توفيق ضد الحركه مين؟ الوطنيه. نتيجه المذكره دي طبعا خديوي توفيق قبلها، ما بيرفضش حاجه من الاجانب. راح استقال شريف باشا بسبب اصرار مجلس النواب على مناقشه الميزانيه. شريف باشا حس ان البلد هيحصل فيها صدام وانه ممكن يبقى سبب في تدخل اجانب في مصر، راح استقال وطلع بره المشهد السياسي. يبقى يهمني ايه السبب اللي في الصدام اللي بين شريف ومجلس النواب؟ تقول لي ان شريف رأى تاجيل مين؟ مناقشه مجلس النواب للميزانيه. ليه؟ لتجنب الصدام مع الدول مين؟ الاوروبيه. طب هو ايه سبب المشكله؟ رغبه مجلس النواب في مناقشه الميزانية. فالخلاف سببه حق مجلس النواب في مناقشة الميزانية. النتيجة على اللي حصل الخلاف، اولا النتيجة ان استقال شريف، اتنين ممكن تقول ارسال بريطانيا وفرنسا مذكرة المشتركة الاولى اللي طلبوا فيها ان هيقفوا جنب الخديوي توفيق ويواجهوا الحركة مين؟ الوطنية. وقالوا فيها ان احنا عايزين نحل مجلس النواب. يستقيل شريف باشا ويمسك مكانه محمود سامي البارودي. احب اوضح لحضرتك كده حاجه بسيطه. في مظاهره في حادثه قصر النيل تم عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي مكانه. ولما اتشالت وزاره الرياض وجه شريف، فضل محمود سامي البارودي هو المسؤول عن الجيش برضه، ما مشاش. لكن لما استقال رياض باشا اترقى محمود سامي البارودي وساب المنصب بتاعه وبقى هو رئيس الوزراء. فالمنصب بتاعه فضي، يجيب مين؟ يختار احمد عرابي هو وزير للبحريه والجهاديه. يبقى وزاره محمود سامي البارودي يقولوا عليها اسم مهم، يسموها وزاره الثوره. ليه سموها وزاره الثوره؟ تقول عشان في هذه الوزاره كان احمد عرابي وزيرا للجهاديه والحربيه. يبقى ما تنساش دي ارجوك. ليه يطلق على محمود سامي البارودي وزاره الثوره؟ تقول لانه تم تعيين في احمد عرابي وزير الجهاديه والبحريه. الخديوي توفيق اصدر مرسوم بتأييد من وزاره البارودي، تمام. جه البارودي دخل مجلس النواب، راح قال لهم انا قررت قرار ان انا هعتمد اللائحه الاساسيه. مسك اعضاء البرلمان بيفتحوا اللائحه الاساسيه، لقيوا في قانونين موجودين من ضمن القوانين. اولا ان الوزارة كلها مسؤول امام مجلس النواب، ودي صلاحية جديدة، ان من حق مجلس النواب يناقش ويحاسب الوزارة، وان من حق مجلس النواب مناقشة مين؟ الميزانية. ايه ده؟ ده محمود سامي البارودي ايد مطلب مين؟ مجلس النواب. يبقى وزارة البارودي اصدرت اللائحة الاساسية وفيها بندين ان الوزاره كلها من حق مجلس النواب ان يحاسبها، وان من حق مجلس النواب ان يناقش الميزانيه. طيب عرابي مسك الجيش، لكنه اللي حصل ده ما عجبش الاجانب، فجيجي مجموعه من الضباط الشراكسه، تمام، عملوا مؤامره. المؤامره دي قالوا فيها ان احنا هنقتل عرابي ونقيل وزاره محمود سامي البارودي.
المؤامرة اتكشفت واتقبض على الضباط واتحكم عليهم في الاول بالاعدام، لكنه خفف بالنفي اقصى السودان، يعني هيتنفوا اقصى مين السودان، هيفضلوا طول عمرهم محبوسين في اقصى السودان. وطبعا القرار ده راح لخالد توفيق عشان يوقعوا زي اي حد بيوقع قرار، لكن خالد توفيق اول ما شاف الضباط الشراكسه رفض الحكم، فحصل توتر بين مين ومين، بين البارودي والوزاره بتاعته كلها والخديوي. الناس دي عايزه تموتنا، ما مش هوقع. الناس دي كانت عايزه تقتل عرابي ويطيح بالوزاره، لا لا ما زعلش الاجانب مني. فهنا يحصل صدام بين محمود سامي البارودي او وزاره البارودي والخديوي. ليه؟ لان الخديوي توفيق رفض انه يعمل ايه، ينفي الضباط الشراكسه اقصى السودان نتيجه للمؤامره بتاعتهم. استغلت بريطانيا وفرنسا اللي حصل وراح بعتوا مذكره مشتركه تانية، بس في ملحوظه، ان بريطانيا لما جت بعتت الاسطول بتاعها كله ناحيه الاسكندريه، فبعتوا المذكره بيقولوا ايه، ارجوك ركز في الحته دي كويس خالص، بيقولوا ايه هما، قالوا ان احنا بنأيد مين، الخديوي توفيق، المره دي ضد مين، العسكريين. مهمه جدا دي، اهي نظللها كده مع بعض عشان انت وبتذاكر برضو ما تنساش تعمل كده برضو تظللها. يبقى خلي بالك ان ان المذكره المشتركه الاولى كانت ضد مين، ضد الحركه الوطنيه، اما الثانيه ضد مين، العسكريين. المذكره المشتركه الاولى طالبوا باقاله مجلس مين، النواب، حل مجلس النواب عشان كان عامل مشكله نناقش الميزانيه. المره دي قالوا لا، المره دي احنا عايزينك توكيل وزاره مين، البارودي، تشيل وزاره البارودي. يبقى المره دي عايز اقاله وزاره البارودي وتبعد عرابي وزملائه خارج مين، البلاد. تاني دي المذكرة المشتركة التانية بعتت فرنسا وبريطانيا مذكرة عشان يقفوا مع توفيق ضد، برافو عليك، العسكريين. أما طلبوا فيها إيه؟ بإقالة وزارة مين؟ البارودي، وإن عرابي وزملائه اللي عملوا الثورة يتعيشوا يتنفوا خارج البلاد، يطردوا بره البلاد. طبعا الخديوي أي حاجة من ريحة الأجانب يحبها، فراح طبعا إيه بليه؟ المذكرة. نتيجة المذكرة دي استقال مين؟ محمود سامي البارودي. خلاص؟ في الوقت ده حدثة غريبة. لقيت بريطانيا الفرصة فاستغلت بعض الأحداث الداخلية. إيه هي؟ إن في واحد أجنبي وقف واحد بتاع حنطور وخلاه يلف البلد. اللي حصل؟ جه الراجل أجنبي حاسب الراجل بتاع الحنطور، عطاله فلوس قليلة جدا جدا جدا. فحصل مشادة بالاثنين، فالاجنبي قتل المصري صاحب الحنطور، فتقوم معارك تمام وقتل من الجانبين، راح ضحيات عدد كبير، معارك بين الاجانب والمصريين، والمصريين كانوا كارهين الاجانب لما شافوا وزارة البارود اللي هم حبوها وزارة الثورة استقالت. فاجتمع القناصل السفراء بتاع الدول الاجنبية في اسكندرية، وسافر خديوي توفيق بحجة انه راح يهدي الاوضاع تمام، وفضلت البلد بدون وزارة لمدة أسبوعين. بعد استقالة وزارة البارودي راح مكلف الخديوي توفيق تمام راغب باشا ان يمسك الوزارة. ده مهم عندي ده جدا الاسم ده. يبقى تولى الوزارة بعد ان ظلت البلد لمدة أسبوعين بدون وزارة راغب باشا. يبقى الخديوي توفيق قبل ما يسافر راح جايب راغب باشا مسك الوزارة، وسافر هو اسكندريه يهدي الوضع، وحصل اجتماع هناك. في الوقت نفسه ده حصل مؤتمر كبير، لان فرنسا كانت حاسه ان بريطانيا ناويه على احتلال مصر، فبالبلد كده حاولت تقفل عليها السكه، ان دعت لمؤتمر كبير في الاستانه. الاستانه دي لو حضرتك تفتكر من الدرس الاول خدناه هي عاصمه الدوله العثمانيه تمام. المؤتمر ده سببه ايه؟ ينظروا في المساله المصريه. يبقى ليه عقد مؤتمر الأستانة؟ للنظر في المسألة مين؟ المصرية تمام. وقعدوا يتكلموا، قالوا ايه؟ قالوا ان مفيش حق، ان الدولة العثمانية هتبعت قوات تحفظ الامن والنظام، توقف المهزلة اللي بتحصل في مصر، ومفيش اي دولة اجنبية تتدخل لوحدها منفردة في المسألة المصرية.
نمضي القرار نمضي نمضي نمضي. راحت بريطانيا قالت لهم قبل ما امضي لازم اضيف جمله ايه؟ الا في حاله الضروره القصوى. فرنسا شافت الجمله ايه الجمله دي؟ دي اكيد جمله عاملينها هم عشان يتهربوا. ففرنسا وافقت ان تضيف الجمله دي الا في حاله الضروره القصوى. ومن بعدها الاحداث زادت، فكانت بريطانيا بتستعد لضرب مين؟ لضرب مصر. اهي ضروره قصوى، الاجانب عندي بيموتوا، انا راح انقذ الرعايه بتوعي. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل عطت الامر بضرب الاسكندريه بالقنابل تمهيدا لاحتلال مصر. يعني تعريف احتلال ان استولي على ارض الغير بالقوه. يبقى في الصفحه دي انا خدت ان حصلت معارك بين الطرفين في اسكندريه. سافر خديوي توفيق يهدي الوضع هناك، وعمل اجتماع بالقناصل السفراء، عين وزاره بدل رياض باشا، بدل رياض البارودي، بدل وزاره البارودي اللي قعدت البلد لمده اسبوعين بدون وزاره بعد استقالته كان راغب باشا. اتعمل مؤتمر اساتانا عشان ينظر في المساله المصريه، لكنه كانت بريطانيا بتستعد لاحتلال مصر. ف طيب هو بريطانيا قالت قدام العالم انا ليه جاي احتل مصر؟ قالت اولا انا جاي احمي خديوي، هي من الاول تقول انا بحميك يا خديوي بحميك يا خديوي. اتنين، جايه تقضي على الثوره العربيه وجايه تحمي حياه الاجانب اللي بيموتوا في مصر. فدول التلات اسباب اقنعت بريطانيا العالم انها ليه هتحتل مصر، تحمي الخديوي، تقضي على الثوره العربيه، وتامين حياه الاجانب. خلي بالك، عطت القائد الاسطولي البريطاني تمام عطى انذار للحكومه المصريه، وكان للمعلومه ليك كان اسمه سيمور. فقائد الاسطول البريطاني اعطى للحكومه المصريه مهله بان تسيبوا المدافع اللي منصوبه على الحصون، كانت قرب الشط كانوا حاطين مدافع عشان السفن لما تقرب يضربوا عليها يضربوا السفن. فطلبت منهم الاستسلام وان يسيبوا الحصون والمدافع. طبعا الحكومه المصريه رفضت، حصل ضرب بشده، فانسحب عراب وزملاته ودخلت بريطانيا اسكندريه. فاحتلت بريطانيا اسكندريه، انسحب العرابين من اسكندريه واتجهوا الى كفر مين؟ الدوار. قابل الخديوي توفيق قائد الاسطول الانجليزي اللي قرر الخديوي توفيق عدم مغادره القصر بتاعه اللي هو اسمه قصر راس التين، وده يهمني حضرتك اسمه تبقى مهم تبقى عارفه. فقال لك ان هو ايه؟ كان قصر اسمه قصر راس التين ده في اسكندريه، فظل هو موجود في قصر راس مين؟ التين. يبقى هو رحب بالقائد الاسطول، وقائد الاسطول اقنعه ان احنا هنحميك وان احنا مش جايين ليك، فرحب بيهم. فين عرابي دلوقتي؟ عرابي بيستعد في كفر الدوار. يبقى خلي بالك، يبقى ساب اسكندريه اهو، الموضوع بدا في اسكندريه، اتحرك عرابي ناحيه كفر الدوار اهو خلاص. ابتدى عرابي يعمل الحصون والاستحكامات تمام. ف اللي حصل ان خديوي توفيق بعت رساله لعرابي قال له يا عرابي وقف اللي بتعمله، وقف الحرب اللي بتعملها تمام، وتعالى تمام تعالى راس التين، قصر راس التين، خد التعليمات الجديده. حصل اتهامات بين عرابي وتوفيق، انت خاين للبلد، انت بعت البلد، احنا في حاله حرب. فالخديوي توفيق طلع قرار بعزل عرابي، لكن الجنود وقفوا مع عرابي، احنا معاك يا عرابي، احنا مش هنسيبك يا عرابي، احنا هندافع عن مصر يا عرابي. فالمصريين تمسكوا بعرابي وصمدوا. قامت المعركه في كفر الدوار، انتهت بهزيمه بريطانيا، واستطاع العرابيين صد هجمات قوات بريطانيه. يبقى لما اقول لك ايه نتيجه معركه كفر الدوار، استطاع العرابيين صد هجمات مين؟ بريطانيا. يبقى نتيجتها هزيمه القوات البريطانيه، وانسحبوا من كفر الدوار وتعقبوا حتى مدخل اسكندريه، يعني الجنود طلعوا معاهم ووصلوا لغايه الاسكندريه. كده بريطانيا عشان توصل القاهره، وده هدف خلي بالك، الطريق قدامها طريقين، يا اما من عند كفر الدوار، يا اما الطريق الاطول ناحيه البحر المتوسط ويعدوا قناه السويس. طبعا الفكره دي ما كانتش بره حزبان عرابي. فعرابي راح لقناه السويس وامر جنوده بردم القناه، ان يجيبوا رمله ويردموها ترجع تاني ارض يابسه عشان السفن ما تعديش، لان هو ما عندوش حل ان يمشي المسافه دي كلها الا عن طريق البحر. فلما يردم قناه السويس السفن مش هتعدي. دي لسيبس
اقنع عرابي ان القناه دي قناه تجاريه. لا لا لا، انت اللي بتقول ممنوع قوات حربيه تعدي. ثق فيه يا عرابي. للاسف عرابي ثق فيه، لكنه اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان ديليسيبس خان عرابي، فقرر مجلس ضروره تعطيل الملاحه في قناه السويس وفق اتفاقيه الدوليه تمنع استخدام القناه لاغراض عسكريه. اكد ديليسيبس حياده القناه، قال له لا لا لا، القناه دي حياديه مالهاش دعوه بالحرب، احنا تجاره بس، بزنس بس يا عرابي. لكن شركه قناه السويس الاداره بتاعتها تواطأت مع بريطانيا وعدت بريطانيا، واللي كان خايف منه تمام عرابي حصل. ووصلت القوات عند الاسماعيليه هناك، فعرابي اضطر يسيب كل الحصون والاستحكامات بتاعته اللي في كفر الدوار ويطير تاني ناحيه مين؟ ناحيه الاسماعيليه. وتقوم معركه اسمها معركه القصاصين. نتيجه معركه القصاصين دي نجحت بريطانيا في هزيمه مين؟ عرابي. خلي بالك المعارك اللي جايه دي كلها هيتهزم فيها عرابي، لسبب ان عرابي مش مستعد. عرابي بيخش يوصل حرب، يخش هيحصل حرب. فقال لك ان هو نتيجتها احتلت بريطانيا مدينه القصاصين وهزمت عرابي، واصبحت قريبه من حته اسمها التل الكبير اللي هي المدخل بتاع بريطانيا بتاع القاهره. ابتدى عرابي يحاول يعمل تمام الحصون بتاعته، يحاول يعمل خطط عشان تمام يصد بريطانيا في التل الكبير. لكنه بريطانيا راح تعطته ضربة شديدة، اقنعت السلطان العثماني بشيء غريب بان يطلع قرار باعلان عصيان عرابي. خلي بالك ان السلطان العثماني في المرحلة دي كلها كان بيأيد عرابي، والسلطان العثماني كان ضعيف وكان حلمه يخلص من ولاد محمد علي، فكان بيأيد عرابي ضد توفيق. لكنه لما بريطانيا اقنعته كانت ضربة صعب على عرابي، ان حتى الراجل اللي وقف في ظهرك باعك، فهو كان بطوله وحديه. فنجحت بريطانيا في اقناع السلطان العثماني باصدار منشور عصيان عرابي، ده اضعف الروح المعنويه للمقاتلين، حس ان كل الناس بعتهم، الخديوي باعهم وادي السلطان العثماني باعهم، وعصيان عرابي معناه ان عرابي ده عاصي للدوله وواجب القتل، واي حد هيتبعه هيتقتل زيه. فنتيجه عصيان عرابي اضعاف الروح المعنوية، وده اللي خلى سبب رئيسي في هزيمته في المعركة الجاية. فتهزم فعلا عرابي في التل الكبير بالرغم البطولات، واشهرهم حتى في الامتحان بطولة الضابط محمد عبيد، لما هيجي لك في الامتحان لمن تنسب، استشهد هو ومعظم جنوده في التل الكبير مين؟ محمد عبيد. كان عندهم فرصة للهرب لكنهم رفضوا وماتوا كلهم في معركة التلمين الكبير. يبقى لما اقول لك ايه النتيجة او لمن تنسى استشهد هو معظم جنوده، تقول لي محمد عبيد. نتيجة التل الكبير هزم الجيش المصري ودخلت بريطانيا القاهرة، وتم القبض على مين؟ على عرابي. حتى كان في محاولة ان هم يحاربوا تاني، لكنه خلاص اليأس اصابهم، فاستسلمت القوات واستسلم عرابي، واتقبض على عرابي، وحكم عليهم بالنفي ان يتحبسوا مدى الحياه لغايه الموت في جزيره اسمها جزيره سيلان بالهند، بالنفي المؤبد بسيلان بالهند. اتقبض على كل العرابيين الا شخصيه مهمه بالنسبه لي، خطيب الثوره الشيخ الواعظ اللي كان بيوعظ ويصلي بيهم اسمه عبد الله نديم. ليه؟ لان الحكومه لم تستطيع ان تصل اليه، هرب والحكومة ما عرفتش اتصل مين اليه. يبقى ليه لم يتم القبض على عبد الله نديم؟ تقول لي لان الحكومة لم تصل اليه، وبكده تكون اتقبض على عرابي وانتهت الثورة العربية، ونخش في مرحلة جديدة هي مرحلة احتلال بريطانيا لمصر. اخر حاجة، ليه الثورة العربية فشلت؟ اولا عدم تكافؤ القوى العسكرية بين الطرفين. قوة بريطانيا اقوى بكتير طبعا من قوة مصر. اتنين، تواطؤ إدارة قناة السويس، إن قناة السويس باعت عرابي، ديليسيبس خان عرابي وعدى بريطانيا من القناة. السلطان العثماني أصدر منشور عصيان عرابي، وده أدى لضعف الروح المعنوية. عدم إدراك قيادة الثورة لأهمية التعبئة الشعبية للقوات المصرية. عرابي كان في عيب، مش بيشارك المصريين المدنيين في اللي بيحصل. كان ممكن المصريين يقفوا معاه ويبقوا معاه قوات ويقفوا معاه ويساندوه.
المصريين دول نفسهم هم اللي هزموا بريطانيا ساعة حملة فريزر، لكن عرابي كان مقتصر بس على جنوده. ميول بعض القوات المصرية، في ناس من عرابي نفسهم بيميلوا البريطاني او الخديوي وشايفين ان احنا في حرب، ليه يعني ايه المبرر يعني؟ فميول بعض عناصر القوات المصرية للخديوي وبريطانيا، الظروف الدولية لم تكن في صالح الحركات الوطنية، ما كانش في حد هيقف جنب مصر، لان الفترة دي كانت فترة احتلالات وليس فترة تحرر من الاستعمار. هتقعد بريطانيا في مصر لمدة 70 سنة. ارجو ان تكون فهمتوا درس عرابي، اسمعوا تاني كقصة، عيد الشرح تاني من الفيديو تمام، وابعتوا لي اسئلتكم. ما تنسوش السؤال ده مهم، اسباب فشل الثورة العربية. انا عارف ان هو ممكن يبقى صعب شوية، الاسئلة اهو حتى يعني بحاول ملخصها لكم، يعني الاسود ازاي هو الاهم تمام. تمام، يعني دول اهم العناصر نذاكرهم كويس، خلي بالكم من الاسئلة دي. لو في اي حاجة ابعتولي وانا مستني اسئلتكم. شكرا لكم، مع السلامة.